الحين نجهز الصباحة. يبنى المربع هذه وراح نسوي المصباح إن شاء الله. الحين بس نشيل الخشب اللي موجود عندنا أساس إنه نقدر نشتغل المصباح ونهيئ أمورنا. بخلي مكان حق الدقالة الفلسة أوكي موجودة ردي، بس بنركب له نسوي له المشط. الدقالة شلناهم، بناخذ قياسات المشط عشان نسوي حق الفلس مشط. يعني بشكل عام نهيئ المحمل حق الانطلاقة. بنشيل التعراضة مالت البوم وبنشيل الكابينة الحين اللي هي الغمارة، عشان هالشكل احنا بنشيل الغمارة هذه، ما بنركب غمارة، احنا بنخليه الفنة خالية بدون غمارة. بس تحت مني، ما في تحت، ما في تحت، مني مني ما تطيح، ما تطيح. شيل 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 فوق فوق فوق. لكن مشكلة ممكن أنا خلي ولي بابا ركب بس. يجي كريم هناك. الحين نجلسين نركب العقوص على الدقل، فعندنا العكس هذه شوي وسيع، بندخله بنلف عليه حديد شوي أساس يروح يعني قوة، يعني مش لين. جاء وقت تركيب آلة الإشراع. الكرين وصل والحين بنبتدي بنشيل الدقالة، الدقال الرئيسي والدقال الغنمي. فالحين بيبتدي الكرين يشيله وبنركب احنا في المحمل. ابراهيم وخر عني يبا، بينزل عدد الدقل اول شيء، وبعدين بينزل الدقل عشان يربط فيه الدقل، لنزلنا الدقل الحين بعد شوي، وبتشوف العمليه شلون. تجهيز آلة الإشراع يبغي له نفس طويل. عبد الدقل يسند الدقل وقت المصابات. سعيد السويدي يتدرب ويقضي وقته مع ولده. سعيد بن سلطان السويدي واحد من أفراد اليزول. هذه أول مرة أسافر على محمل. الرحلة أكيد أنها بتكون صعبة ومتعبة، بس أكيد فيها تشويق وفيها متعة. اللياقة أكيد أنها ضرورية، لأن الرحلة مش رحلة سياحة ولا رفاهية، رحلة شاقة ويبي لها جر شراع ويبي لها حركة. أجدادي أصل لهم أصل البحر، وقبل كانوا يسافرون على البوم على المحامل، يقعدون بالشهر وبالشهرين، وكنا يعني حاب أجرب هالتجربة لأن عشان أشوف شلون التعب اللي كانوا يتعبونه قبل. مهاراتي اللي بتفيدني في الرحلة خبرتي في الغطس، وخبرتي على الجي بي اس والجارمن والأحداثيات وتحديد مواقع من إلى، وإن شاء الله تفيدني وتفيد الشباب اللي. صعب ان كل واحد يسافر عن هلا ويبتعد عنهم، والمدة طويلة يعني مش بسيطة، وان شاء الله المدة بتعدي، وان شاء الله نكون قدا ونبيض الوجه ان شاء الله. انا عارف اسبح واغوص، وخاطري اسافر في البوم، وابوي اذا سافر يحشني. هذه الله يسلمك، الحين بنشيل الدقل بس بنربط حبل فيه علشان ما نطلع واحد فوق، يكون النازلة تحت ونفك السيور بدون حد يركب فوق. فوق فوق خلي يروح داخل. اول ما شفت شلنا الدقل، الحين الشباب قاعدين يسكبون الدقل على الفلس، بيركب مكانه على طول، فودوا السيور عشان يربطون العبد الدقل مع الدقل. في يومنا الرافعة موجودة وتسهل التركيب، ولكن أيام قبل كانت الأيادي هي اللي تركب. الحمد لله الحين خلاص تم تركيب الدقل الرئيسي،
وبعدين بنركب الدقال الغيلمي. بتشوف المرحلة الثانية الحين. فتح الخير للحين ما جهز، ولكن الروشن بدأ يتجهز. اليوم جينا احنا عند المحمل، لأن جايين من فترة وكان يقول لي إنه خذ في أشياء ناقصة. واليوم فتح الخير يرجع في البحر. واليوم فتح الخير يرجع في البحر. القلاليف شغالين على مدار الساعة لتجهيز فتح الخير. الفرمن وصل في وقته. استلمنا امس احنا الفرمن واصل من استراليا، واشتغلنا عليه في التركيب لانه هو اجزاء جاي حوالي ممكن القطعه الواحده. الفرمن الواحد تكون من 7 اجزاء. اليهدى كلها على متانه وصلابه الفرمن، لان هو اللي بيشيل الشراع. الحين احنا نحاول نشيل الصمغ الزايد اللي على الوصله على اساس الفرمن الثاني يدخل فيه عادي، يعني ما في شيء يعيق هني. سبب استخدام فرمن كربون فايبر هو خفة وزنه وصلابته. نحاول نشيل صمغ الزايد وننظف المكان أساس نبدأ هنا بتركيب الفرمن. ارتفاع الدقل 20 متر، والقيلمي 15 متر. المحمل فيه دقلين، وعلى قولة القايل يا مركب الهندي أبو دقلين. زيارة من المسائيل لمتابعة تجهيزات البوم. الدكتور خالد الصليطي مدير عام مؤسسة الحي الثقافي كتارة، والسيد أحمد الهتمي مدير إدارة الشواط. بناخذ هذه بنحطها هناك، بنزيده شوي، بنوديه قدام، بعدين هذه الحديد هذه بتغطى بحبل هني ما يبين. هاي بتنقص البراغي ويقعد مع عبد الدقل قدام، ما تبين الحديدة هذه. والدقل الثاني اللي موجود الحين عندنا مخلينه هني، بنزيده وبنحطه مكان هذه. اثنينهم دقالاتنا ايه. وهذه الجنريترات والمكينة الرئيسية، وهذاك ستور ورا حق شناطهم وشناطهم. المسؤولين راضين عن تقدم عملية الصيانة. حمد الدرويش يتجهز للرحلة برياضته المفضلة. أول مرة تجربة أخذها التجربة هذه، سفر على محمل شراعي. يمكن سافرت على محمل مكينة، لكن شراعي أول مرة سافر عليه. الرياضة اللي أنا أتمرنها هي رياضة فنون قتالية مختلطة. الرياضة هذه تفيدك من ناحية اللياقة البدنية، في الدفاع عن النفس، حتى في أشياء وايد يعني ممكن أستفيد منها هناك في البحر. في بعض الشغلات التمارين هذه مثل الأوزان أو الحبل أو كذي، ممكن تساعدك في اللياقة البدنية وقت خطف الإشراع، حتى وانت تجهز المحمل، وقت تركيب الفرمان، وقت وايد امور يعني ممكن تستفيد منها. والله انا هاوي البحر بكل انواع. حداق طبعا عندي، واللفاح في المقدمه. يلا شباب جاهزين؟ ويا وقت تركيب الفرمان. الشفره ما ينخ بقياسها الا بتركيب الفرمان. ركبنا الزغابة الأولى والثانية والثالثة. طبعاً جابوا الشباب الحين هني، أحبنا نربطه في الدقل وبنرفعه فوق، نسقبه فوق عشان ناخذ مقاسات الشراع. الحين نقلب الفرمن، نخلي بس الكنخة فوق على أساس ناخذ الوسط ونربطه ونسوي له الحل. خذنا قياس الشفرة، وخذنا قياس الداسي،
وخذنا قياس اليوش، والحين الحمد لله خلاص خلصنا. هذه قياسات أولية إن شاء الله. بالنسبة حق الشراع تقريبا 70% احنا خلصنا منه، يعني 30% هذه تقريبا بكرة ننجزها ونخلص مع الشباب ونركب الفرامل وخلاص. اجي الأشرعة على طول، نحط الأشرعة نركب الأشرعة ونسقب نروح نجرب نسوي تجارب بالنسبة حق الشراع. واحد لو وجوده في المحمل وكل من مهم في المحمل دي، مثل ما قال المثل ربع تعاونوا وما ذلوا. هذا احنا ما شاء الله عليهم الشباب كلهم قاعد يتعاونوا ونتعاون عشان نركب الفرمل دي. احنا جابوا الشباب الفرمل الين عند الدقل الغلمي وسطوه في النص، الحين بيربطون الحبل وبيرفعونه بيسقبونه لفوق عشان ياخذون المقاسات حق الاشراع الغلمي. الحين لأن في الفرمن الثاني فبيكون جنبه لازم بتكون شوي في صعوبة، لأن أشوف هناك شلون الحين بس من يوصل فوق هني خلاص ما في أي صعوبة. الحين قاعدين يربطون الفرمن في الدقل اللي هو في الإسغابة وبنرفعه فوق، ليش؟ عشان ناخذ المقاسات عشان شراع الغيلمي. حضور الجزمة اليوم هذا يعني ساعدونا في نص الشغل نحن نسويه. طبعا وجودهم اليوم هذا الشغل وايد من عندنا، ساعدونا في اشياء احنا ما نقدر نسويها، في بعضهم اخفاف بالوزن دي راحوا فوق ونزلوا اخف منا احنا، يعني ما نقدر نسوي، لكنهم الخفه احسن لهم واحسن لنا احنا. ما خذوا قياسات الشراع الميابير بتشتغل. احنا الحين في مرحلة قياطة الشراع، وهاي الخامة اللي وصلنا لها تقريبا النهائية، واللي ان شاء الله راح تساعدنا على خطف الشراع في الدرب. طريقة طبعا احنا اخذنا القياسات حق الفرمن عندنا وارتفاع ارتفاع الدقل، وضربنا اوتات على القار أساس أن نأخذ القياسات الصحيحة، وكل وتد ما بين وتد وتد حطينا حبال وشكلنا رسمة الشراع بالحبال، وصفينا الخلق وهو مو كان مخير بالطاقات وقصيناه وعرفنا القياس وعرفنا الشكل. هني بعدين احنا طبعا ما بين الوصلة والوصلة نحط أرقام أساس أن نعرف أن هالوصلة مثلا هاي رقم 6 حق الوصلة هذه. جينا هني حطينا مكينة الخياطة عندنا، والشباب ما شاء الله ما قصروا شغالين. نوصل الطاقة، وكل شراع تقريبا كلفنا كطاقة 25 متر طول. الاثنين راح يكلفونا تقريبا من 45 لين 50 متر طولي. الأمور تمشي على حسب الخطة، ويمكن ناخذ راحتنا ونركب الشرخ. اليوم احنا ناخذ القياسات بالنسبة للشرخ، آلة السكان والأولية يسمونها الشرخ، فأخذنا القياسات اليوم. شوف عندنا النجار الحين قاعد يشتغل يقص عشان يسوي الميزانية، بس شوف شلون بالطريقة هذه، شوف الصنقل شلون يمشي بالطريقة هذه، فبيكون هني صنقل وهناك في السكان مربوط حبل. خشب عريض هذه خلي برا، هذاك منك سوي سكروب. اللي صار الله يسلمك عشان يركبون الياردين مالت الصنقل مالت السكان هني مسوي اللوح صغير عشان احنا بس يكبر له شوي عشان يدش ويلقفها من هناك بلوح ثاني ويتنتبل.
من الحبل. انا ما عندي كلامه. اي الحين اوكي. اوكي سلس سلس حتى بيجي هني مع الشرح مثل باور. الحمد لله عندي خبره يعني سابقه في البحر. اجدادي الله يرحمهم ورحمه الله عليهم ان شاء الله عندهم خبره كثيره. كان اهل البحر هم. كان جد الله يرحمه احمد بن عيد الرميحي كان بحار وهل غوص هو يعني غواص، وكان ياخذنا على البحر يعني في السبعينات. حبيت اشارك في فتح الخير. اول شيء ارفع علم قطر فوق في كل مكان، هاي شرف كبير لي. أكيد بشتاق حق العيال لأن بتكون السفرة أكثر من شهر، لكن أبغى أخذ تجربة فتح الخير 2 حق الهند. الرحلة بتكون إن شاء الله شيقة يعني، من لما نأخذ بعد عندنا شعبي الله يطول عمره إن شاء الله خبرة ما شاء الله في البحر، وكلنا إخوان بنكون في اليزوة يعني، وإحنا مستعدين إن شاء الله. واليوم فتح الخير يرقى في البيت.